السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخواني يا أخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد والمتجدد من شروحات برامج إنترنت. اليوم سوف نواصل تقديم دروس الخاصة ب السيبيا ومن البداية حتى الاحتراف، وسوف نمنحكم كل الدروس دفعة درس بدرس، والخبرة المتراكمة لسنوات عند أهم من نجح في هذا المجال، وهي معلومات قيمة يمكن أن تشترى في المجتمعات الغربية الذين يؤمنون بالصدقة الجارية. طيب، الدرس اليوم عبارة عن مدخل عام للتسويق بالعملة. سوف ندخل عالم التسويق بالعملة ونعرف ما هو التسويق بالعملة. إذا كان لديك الطموح والرغبة لتنجح في مجال التسوق بالعملة، فيجب عليك بداية أن تتعرف على كافة المتغيرات الزمنية والمكانية التي تحدد حتمية وضرورة استخدام التسوق بالعملة. في الحقيقة، عندما نعمل كمسوقين بالعملة فنحن وسطاء، ولكننا ذوي أهمية بالغة. نحن وسطاء في عملية التسويق، وهذه الأهمية تزداد بزيادة العائد الذي يحققه المستفيدين من جهودنا المبذولة. فكلما حققنا لهم أرباحا أكثر، كلما ازدادت أهميتنا بالنسبة إليهم. كلما قمنا بتحقيق أرباح أكثر، كلما كانت الأهمية بالنسبة إليهم كبيرة وكبيرة جدا في عالم التسويق بالعمولة. بالمختصر المفيد في عالم التسويق بالعمولة، هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا المجال، مجال التسوق بالعمولة. ما هو هذه المجالات وما هي وكيف نتعرف عليها؟ أولا، السبب الأساسي والأهم من بين الأسباب هو رغبة الشركات في زيادة أرباحها. السبب الأساسي هو زيادة الأرباح بالنسبة للشركات بكل بساطة، وهذا من خلال زيادة عدد زبائنها. لما تزيد شركة عدد زبائنها سوف تزيد أرباحها، والزبون الوفي ذلك الزبون هو الذي تبحث عنه الشركات وتدفع أموال كبيرة حتى تتحصل عليه وتصل إليه. حتى نفهم التسوق بالعمولة بشكل أفضل، سوف نقدم لكم مثال. ما نفرض أن شركة حمود بوعلام تملك الشركة ملك لحمود بوعلام، أو لسعد ربراب يملك شركة اسمها حمود بوعلام مثلا. هذه الشركة تبيع مثلا قارورات الحبوب، أو مثلا نفترض أنها صيدل. مثلا صيدل ماذا تبيع؟ تبيع الأدوية. مثلا لنفترض أن هناك أدوية، من بين الأدوية هناك دواء لتخفيف الوزن مثلا، تسوقه في الجزائر أو في فرنسا أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي دولة مكانت. من الطبيعي أن عملية البيع هذه تتطلب طرفين أساسيين، هما البائع وطرف ثاني هو المشتري. أي منتوج يكون فيه بائع ومشتري. الطرف الأول موجود بالفعل وهو شركة حمود بوعلام أو مثلا شركة صيدال. أما الطرف الثاني فهو الزبون أو المستهلك، وبالتالي مهمة مدير حمود بوعلام أو مدير صيدال الأساسية هي البحث عن هذا الزبون لشراء تلك الحبوب أو تلك القارورات الغازية مثلا. إن كان يمتلك مدير المصنع أو الشركة موقعا جديدا ذو تصميم أنيق على شبكة الإنترنت، لديه موقع إنترنت على شبكة الإنترنت، كما يمتلك المعدات اللازمة لشحن منتجاته إلى الزبائن، يمكنه إيصال المنتوجات إلى الزبائن. تلك الحبوب وتلك المنتوجات يمكن أن تصل إلى الزبائن، يمكنه بوسائله الخاصة بوسائل النقل. لكن إذا لم يتمكن من الوصول إلى الزبائن فلن يبيع أي شيء من منتجاته. حتى يتمكن المديرون وأصحاب الشركات من الوصول إلى الزبائن عليهم اللجوء إلى الإعلانات التي تجلب زبائن إلى موقعه، ولكنها قد تكلف أموالا باهظة. أو هناك لديهم اختيار آخر هو الاستعانة بأشخاص ذوي خبرة لكي يفعلوا هذه المهمة بدلا منهم. لكن من الأهم هؤلاء الخبراء نجد
صراحة من هم هؤلاء الخبراء؟ إن كان مدير شركة حمود بولام يمتلك المعلومات الأساسية عن التسويق بالعمولة وهو أيضا على دراية تامة بقدرة المسوقين بالعمولة على جلب عدد كبير من الزبائن ورفع نسبة من مبيعاته بشكل ملحوظ، قد يكون هؤلاء المسوقين بمثابة كنز حقيقي لمدير حمود بوعلام أو صيدل. مثلا مثل كمثال إيوازا تبيض بيض بيضا ذهبيا، لكن أين سيجدهم هذا المدير؟ البحث عن المسوقين بالعمولة لتسويق الحبوب تخفيف الوزن مثلا أو قارورات حمود بوعلام ليست بتلك المشكلة التي تستدعي من المدراء أو من أصحاب الشركات أن يقلقوا بشأنها. لماذا؟ لأن هناك شبكات خاصة تدعى شبكات التسويق بالعمولة Affiliate Network. هذه الشبكات متخصصة في تقديم حلول للأشخاص وللشركات مثل مدير حمود بوعلام أو مدير شركة صيدل مثلا وغيرهم ممن يبحثون عن مسوقين لتسويق منتجاتهم. هذه الشركات الأفيليات نتورك أو شبكات التسويق بالعمولة هي شبكات متخصصة في التسويق بالعمولة لتسويق منتجات الشركات. طيب، قد يلجأ مدير شركة صيدان مثلا إلى الاستعانة بخدمات شبكة عمولة وليكن اسمها شبكة سمسار العمولة أو شبكة مثلا عرب افيليت مثلا على سبيل المثال، هي شبكة افتراضية مثلا تحقق أرباحها من خلال الحصول على مبلغ مالي من جون مقابل توفير مبيعات مضمونة لبضائعه من حبوب تخفيف الوزن مثلا. هذه الشركات تضمن لهذه الشبكة تضمن لأصحاب الشركات بيع مضمون لمنتجاتهم مقابل هذه الشبكة تحقق هذه المبيعات لتلك الشركات سوف تتقاضى عمولة منها. هذه الشركات شبكات ماذا لديها؟ شبكات السي بي ا او الافيليايت نتورك لديها علاقات مع عدد كبير من المسوقين، تمتلك عدد هائل من المسوقين يتجاوز عددهم المئات وربما الالاف. بالنسبة لمدير شركة حمود بوعلام مثلا فهو مستعد أن يدفع $50 لكل بيع له صفقة، كل من يبيع له صفقة يدفع له مثلا $50. ماذا ستفعله شبكة نتورك سي بي نتورك؟ بكل بساطة هو أنها سوف ستتقاضى $10 مقابل كل صفقة مبيعات وستعطي $40 المتبقية للشخص أو المسوق الذي جلب هذا الزبون وأتم الصفقة. هذه $40 نطلق عليه اسم العمولة أو البايوت. طيب، حتى نفهم ببساطة، شركة حمود بوعلام مثلا أو صيدال تأتي بالعرض الخاص بمنتجاتها وتقول لمن يبيع المنتوجات هذه المنتوج إن بعت تذهب إلى شبكات النتورك سي بي ان نتورك افيليت نتورك تقول إن بعت لي هذا المنتوج سوف أعطيك $50 كمقابل. شبكة التسويق بالعمولة أو الافيليت نتورك ماذا تفعل؟ تأتي بالعرض تضعه عند في موقعها الخاص ويأتي المسوقون ويأخذون تلك العروض ويسوق لها. لكل مسوق أي مسوق يقوم ببيع ذلك المنتوج سوف تمنحه تلك الشبكة الأفيليايت نتورك عمولة تقدر ب40 إلى 60 إلى 80%. تأخذ مثلا $10 وتعطيه $40، يعني $40 مقابل ما تأخذه شريك الشبكة هو مبلغ قليل، لكن الشبكة تأخذ $10 على آلاف المسوقين، لذلك يكون دخلها لا بأس به. أما المسوق كل مسوق يأخذ $40 حتى لا يذهب إلى شبكة أخرى وحتى يبقى في تلك الشبكة إن كان خاصة إن كان ناجح. تلك العمولة التي يأخذها المسوق تدعى بالعمولة أو البايوت.
الفرص لكل عمل في لديه فرص متاحة ومخاطر. سوف نناقش هذه الفرص والمخاطر خطوة بخطوة من جهة نظر الثلاثة، وهو الشركة وشبكة العمولة والمسوق. هنا للوصول إلى الزبون في ثلاثة أطراف: الشركة تقدم العرض لشبكة العمولة، ونأتي نحن المسوقون، نحن المسوقون الأفلييت، نحن الأفلييت نأتي نأخذ تلك العروض الموضوعة في شبكة عمولة ونقوم بالتسويق لها، أي حتى نجلب لهم الزبائن. من وجهة نظر الشركات فهذه الصفقة هي صفقة رابحة بلا شك. لماذا؟ لأن يكون بحاجة لنشر المزيد من الإعلانات ولن يقلق بشأن نسبة مبيعاته. الشركة لن تقلق بشأن نسبة مبيعات، فشبكة العمولة ستتولى مهمة جلب له مبيعات مقابل مبلغ من المال سيدفعه. الشركة تقول لك: أنا سوف أذهب إلى التلفزة الجزائرية وأدفع 1 مليار سنتيم لمدة شهر على إشهار ليس مضمون أنه سيجلب لنا الزبائن. ماذا تمنح تلك المليار؟ تلك المليار سنتيم تقسمها، تجزئها إلى عدة أجزاء. مثلا لكل شخص يجلب له زبون ستمنحه $50 على سبيل، أو 2 أو 10 دولار مثلا. فهي ناجحة رابحة. 10 دولار بما يقارب حوالي 100 ألف دينار. 1000 دينار، 1000 دينار يعني هي ناجحة 100%. مليار سنتيم أو 1 مليار سنتيم أو 10 ملايين دينار يعني أموال طائلة وطائلة جدا. يمكنها أن تجلب العديد من الزبائن من خلال شبكات التسوق بالعمولة. من وجهة نظر شبكة العمولة، شبكة التسويق بالعمولة أو النتورك أفيليات، كيف تربح؟ هي أيضا رابحة. فشبكة العمولة لن تتعب بالبحث عن زبائن، هي تأتي بالعروض من الشركات وتقدمها إلى أفيليات أي المسوقون وهم نحن. تلك الشبكة، شبكة العمولة، ماذا تفعل؟ تأتي تبحث عن الشركات، تأتي بالعروض منها، وهي لا تتعب في الحقيقة، تضع فقط العروض عندها في الموقع الخاص بها، ونأتي نحن المسوقون لاختيار هذه العروض والتسويق لها. ستكلف شبكة العمولة، شبكة التسويق بالعمولة، ستسلم المهمة للمسوقين لنا نحن الذين سيتولون أمر الزبائن. أرباح الشبكة مضمونة كأرباح الشركة، فيتأخذ من 20 إلى 40% من العمولة الكلية، أي تأخذ ربما $10 من أصل $50 التي تقدمها الشركة. طيب، حتى نكون في الصورة ونكون واضحين، في الحياة العملية تختلف النسب التي تقتطعها شبكات التسويق بالعمولة، فربما لا تتجاوز 5%، وربما تكون مرتفعة لتصل إلى 40% من قيمة العرض. فبعض شبكات العمولة قد تلجأ للإعلان عن المنتج إذا أحست أنها ستحقق منه أرباح جيدة. إذا كانت تحس أنها ستحقق أرباح جيدة من هذا العرض، فهي بنفسها تقوم بالتسويق لذلك العرض. يمكن استنتاج من الخطورة الأكبر تقع على عاتق المسوق بالعمولة. المخاطر كلها من سيتحملها؟ يتحملها المسوق بالعمولة إذا لم يحسن التعامل الجيد مع هذه الشبكات وطرق التسويق الخاص به. فهو الوحيد الذي يأخذ عمولة ثابتة، هو الوحيد الذي يأخذ عمولة ثابتة، أرباحه تعتمد على براعته في تحقيق المبيعات. أي إذا أنت إن كنت تسوق لعرض من العروض في شبكات التسويق بالعمولة أو الأفلييت نتورك، فإنك سوف تتقاضى عمولة أو مدخول وفقا لدرجة نشاطك ووفقا لجلبك للزبائن لهذه الشركة، لهذه الشبكة.
وبالتالي يسعى المسوق يسعى بكل ما أوتي من طاقة وبكافة السبل الممكنة، ويجمع كل المعلومات الخاصة به لتحقيق أعلى مبيعات. بل ومن المحتمل أيضا أن يخسر بدلا أن يربح يخسر، يعني في هذه الأعمال توقع الخسارة وتوقع الربح عادي جدا. يعني في عالم التجارة، التجارة يقال أن التجارة هي ربح وخسارة. إن خسرت بعض الدولارات هذا لا يعني نهاية العالم، بل هذه يعني أنك تحصلت على معلومات إضافية ومعلومات جديدة في عالم التسوق بالعملة، سوف تحتفظ بها لنفسك، وإن أردت أن تمنحها لأشخاص آخرين فستمنحها لأشخاص آخرين حتى تستطيع الوصول إلى الزبائن، وحتى يتمكن من بيع المنتوج بكل أريحية. نأخذ مثال مثلا في هذا الجانب، نأخذ مثلا مسوق ما قد دفع، كيف يتحمل المسوق هذه المخاطر؟ نفترض أن المسوق قد دفع 30 دولار حتى يتمكن من الوصول للزبون وباع له المنتج، فهو رابح وربحه يقدر ب10 دولار، أي يعني قام باستثمار 30 دولار وقام بربح 10 دولار فقط. أما إذا كان المسوق قد دفع 50 دولار حتى يتمكن من الوصول إلى الزبون ويبيع المنتج، فقد خسر 10 دولار مقابل كل صفقة بيع. عندما يضطر المسوق للعمل تحت الضغط ويتقلص هامشه الربحي، يبتكر هنا يبتكر أساليب وطرق للبيع قد يأتي بنتائج مذهلة، ولكن في نهاية المطاف المهم لك كمسوق بالعمولة في هذه العملية التسويقية وفي كل العمليات التسويقية، هو هل تجني المال المناسب من هذه العملية أم لا؟ السؤال الذي تطرحه، هل سأجني المال المناسب من هذه العملية أو من هذه العمولة أو من هذا العرض أو لا؟ هذا هو مقياس نجاحك. في عالم التسوق بالعمولة لا مكان للحجج والأعذار، لا يمكن أن تتحجج ولا يمكن أن تعتذر. المسوق الجيد هو القادر على إيجاد طرق مبتكرة لبيع منتجاته، أما المسوق السيء فدوما لديه مبررات لفشله، مثلا كشركة صيدان ربما في بيع الحبوب لتخفيف الوزن. فأنت كعميل يجب أو كمسوق يجب أن تحقق نتائج جيدة، بالرغم من أن هذه النتائج قد تكون ربما أرباح قليلة بما يقارن مقارنة بتلك الشركة، فهي صاحبة المنتوج طبعا. وأرباحك ربما تكون أقل من شبكة التسويق بالعمولة التي حصلت عليها بدون أن تقوم بأي عملية بيع. كيف يمكن أن تجد نفسك رابحا وكيف تربح من كل هذه الاستقطاعات بعد أن أخذ كل طرف من أطراف الحصة الأكبر من هذه الفطيرة التي لم تصل أنت بعد؟ صدقني المسوق الناجح قادر على فعلها. سوف نتطرق سويا إلى أهم الاستراتيجيات التسويق بالعمولة في الحلقات القادمة بإذن الله، التي قد تجعلنا نتفوق على أكبر الشركات في أرباحنا يعني كمسوقين بطبيعة الحال.